عليكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الثالث الثانوي في دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية، وما زلنا أعزائي في مدار الحديث عن رائد مدرسة الإحياء ورب السيف والقلم كما كانوا يسمونه الشاعر محمود سامي البارودي، وقصيدته نفس أبية التي يفخر فيها ببطولته وكرامته وعزة نفسه، والتي تعد من شعر المعارضات التي عارض الباروديّ فيها قصيدة الشريف الرضي التي مطلعها لغير العلا مني القلى والتجنب، ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب. وقد شرحنا لكم أبيات القصيدة في الدرس السابق، وسنقوم في هذه الحلقة الجديدة بالإجابة عن الأسئلة إن شاء الله. لنبدأ أعزائي الطلبة بالقراءة والمهارات اللغوية. عد إلى المعجم وبين الفرق بين السورة والسورة واللب واللب واللبة. السورة حسب المعاجم هي الوثبة القوية، أما السورة فهي المنزلة الرفيعة، وكذلك تطلق على القطعة المستقلة من القرآن الكريم. أما اللب فهو العقل والجمع الباب. أما اللبة فهي موضع القلادة من العنق، والجمع لبات ولباب. السؤال التالي: رد الكلمات الآتية إلى جذورها: الأغاريد، المثقب، أطراف، ثم رتبها بحسب ورودها في معجم يأخذ بأوائل الكلمات. نرد هذه الكلمات إلى جذرها الثلاثي أولا، فالأغاريد مفردها غرودة، جذرها الثلاثي غريدة. أما المثقب فهو ثقبة، أما أطراف فهو طرفة. فحسب ترتيب الأحرف الهجائية في اللغة العربية يأتي حرف الثاء أولا أي المثقب، ثم كلمة أطراف حرف الطاء، وأخيرا تأتي كلمة الأغاريد. السؤال التالي: ما مفرد كل من الكلمات التالية: الأسنة، الأغاريد، وما جمع كلمة الخمر؟ الأسنة مفردها سنان، وهي الحربة التي تركب في مقدمة الرمح. أما الأغاريد مفردها غرودة. أما جمع الخمر أو الخمرة تؤنث وتذكر فهي خمور. ننتقل أعزائي الطلبة إلى بنية النص، ونتناول أولا البنية الفكرية. اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي: اللقب الذي أطلق على البارودي هو شاعر النيل، أمير الشعراء، رب السيف والقلم، شاعر البؤساء. أكيد هو رب السيف والقلم. أفاد قول الشاعر: فرحمة رب العالمين على امرئ أصاب هداه أو درى كيف يذهب. الدعاء أم الالتماس أم التحبب أم التعجب؟ هنا أفاد قول الشاعر الدعاء. ما المقصود من قول الشاعر: نظن بأننا قادرون وإننا نقاد كما قيد الجنيب ونصحب؟ هل المقصود تقلب الدهر، أم ما يصيب الإنسان مقدر عليه، أم عجز الإنسان عن مواجهة القدر، أم قدرة الإنسان على تحمل المصاعب؟ الإجابة الصحيحة هي عجز الإنسان عن مواجهة القدر. السؤال التالي: افتخر الشاعر في الأبيات، نفى الشاعر عن نفسه في البيتين الأول والثاني صفات عدة، ما هي؟ طبعا أعزائي دعونا نقرأ البيتين أولا ثم نجيب عن السؤال لاحقا. قال الشاعر: سواي بتحنان الأغاريد يطرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب، وما أنا ممن تأسر الخمر لبه، ويملك سمعيه اليراع المثقب.
طبعا هنا الشاعر يترفع عن اللذائذ ولا يطرب لسماع الأغاني كغيره. السؤال التالي: افتخر الشاعر في الأبيات، طبعا من الثالث إلى التاسع، بعدة صفات تميزه عن الآخرين، اذكر ثلاثا منها. نقول من صفات الشاعر كما ورد في تلك الأبيات كما مر معنا أيضا، فهو عيوف أي صاحب نفس أبية، كذلك طموح، أيضا حكيم بارع، ومن صفاته أيضا هو فارس شجاع. السؤال التالي: بين العاطفة التي يعبر عنها البيتان الآتيان: نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بين أطراف الأسنة مطلب، خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة، لدي يدا أغضي لها حين يغضب. نوع العاطفة التي عبر عنها هذان البيتان ذاتية، لأن الشاعر شديد الاعتزاز بنفسه وفروسيته وبطولته وأخلاقه. ننتقل أعزائي الطلاب إلى البنية الفنية، والسؤال الأول: ما علاقة المجاز المرسل في عبارة لا أرى لابن حرة لدي يدا؟ هل هي جزئية أم مسببية أم حالية أم سببية؟ العلاقة هنا سببية، لأنه أطلق السبب وأراد المسبب وهو الفضل، أي الفضل مسبب عن اليد. وفي هذا الدرس أعزائي الطلاب سنغتنم الفرصة ونشرح لكم درس المجاز المرسل من باب التذكير. أولا لنبدأ بتعريف المجاز المرسل. المجاز المرسل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة، ويجب أن تكون هناك قرينة تمنع المعنى الأصلي لللفظ. مثال ذلك: قبضنا على عين من عيون الأعداء. قبضنا على عين من عيون الأعداء. فلفظ عين هنا ليس المقصود منها العين الحقيقية، وإنما المقصود منها الجاسوس. والقرينة التي تمنع المعنى الأصلي لللفظ هنا أنه لا يمكن القبض على العين فقط ودون بقية جسد الجاسوس. ومن باب أيضا التوسع هنا، سمي المجاز بالمجاز المرسل لأنه غير مقيد بعلاقة واحدة، كما هو الحال في الاستعارة المقيدة بعلاقة المشابهة فقط. ولأن علاقات المجاز كثيرة، نذكر منها أولا الجزئية. فالجزئية عندما نعبر بالجزء ونريد الكل، نأخذ مثال على ذلك: قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فكلمة رقبة هنا مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأنه عبر بالجزء وهو الرقبة وأراد الكل وهو الإنسان. النوع الثاني من المجاز، من علاقات المجاز، الكلية. والكلية تكون عندما نعبر بالكل ونريد الجزء. قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم. فأصابعهم مجاز مرسل علاقته الكلية، لأنه عبر بالكل أصابعهم وأراد الجزء أناملهم أي أطراف أصابعهم. ننتقل إلى النوع الثالث من علاقات المجاز، وهي المحلية. والمحلية تكون عندما نعبر بلفظ المحل ونريد الموجود
فيه. قال الشاعر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضنوا أي بخلوا علي كرام. فبلادي هنا مجاز مرسل علاقته المحلية، لأنه ذكر البلاد وأراد أهلها، فالعلاقة هنا محلية. ننتقل إلى النوع الرابع أعزائي الطلبة، وهي العلاقة الحالية، وتكون عندما نعبر بلفظ الحال ونريد المكان نفسه. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. فقد استعمل نعيم وهو دال على حالهم، إذن حالهم في النعيم، وأراد محل ومكان النعيم، ومحل ومكان النعيم هو الجنة. ننتقل إلى النوع الخامس وهو السببية، وهي تسمية الشيء باسم سببه، أو عندما نعبر بالسبب عن المسبب، مثل: رعت الأغنام أو الماشية الغيثة. فقد هنا المجاز في كلمة الغيث، فهي في غير معناها الأصلي، لأن الغيث لا يرعى، لا ترعاه الماشية، إنما الذي يرعى هو النبات كما نعلم، حيث إن الغيث سبب للنبات، فعبر بالسبب عن المسبب. ننتقل إلى النوع الأخير من علاقات المجاز المرسل، وهي المسببية. المسببية وهي تسمية الشيء باسم ما تسبب عنه. قال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. فالمجاز في كلمة رزق هي في غير معناها الأصلي، لأن الذي ينزل من السماء المطر، لأن الذي ينزل من السماء المطر وليس الرزق، وعبر بالرزق هنا عن المطر، لأن الأول وهو الرزق تسبب عن الثاني وهو المطر. أعزائي الطلاب، بذلك نكون قد أنهينا درسنا، إلى أن نلتقي في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.